الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام نبدأ بابا جديدا من كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان وكيف نزل به القرآن وترتيب الفرائض، وأن الإيمان قول وعمل. وهذا باب مهم جدا لطلبة العلم، لابد لطلبة العلم أن تعتني به جيدا، لأن باب الإيمان حدث فيه لغط أيضا في المتأخرين، وتأثر كثير من بالمرجئة وهم لا يعلمون أنهم تأثروا بالمرجئة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ربي يسر وأعن بعونك، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي هو ربنا وبه نستعين وإياه نسأل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم بهدي القرآن فاتبعوه واهتدوا ومن عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبسنته فسلكوا سبيله واقتدوا متبعين غير مبتدعين ومضعين غير طائعين وموقنين غير شاكين ولا مرتابين وهادين بدعوتي غير الضالين ولا مضلين فسلموا عاجلا من السخط والشك والارتياب واستحقوا آجلا الرضا وجزيل الثواب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على من ختم به الرسالة وأكمل به الحجة وأوضح به المحجة وأرسله إلى جميع عباده كافة على فترة من الرسل ودروس من العلم، فأنقذ به من عباده من سبقت له الرحمة في كتابه، ففتح أبواب السماء برحمته وجعله الداعي إلى الحق والهادي إلى الرشد والقائمين بالدين. ذاك والله 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 محمد المصطفى ونبي الله المرتضى غير خلقه نفسا خير خلقه نفسا وأكرمهم طبعا وأطهرهم قلبا وأصدقهم قولا وأكملهم عقلا وأشرفهم خلقا النبي الأمين الزكي المرضي. فدعا الناس إلى الإقرار بتوحيد الله ومعرفته والبراء من الأضداد والأنداد وأن محمد رسوله الصادق، من اتبعه اهتدى فنجا ومن خلفه هلك وغوى. جعلنا الله وإياكم ممن سبقت له الحسنى فعصم من متابعة الهوى. مشرف رضي الله عنك، ما أدري الموعد أم لا، يأتي رمضان لأن عندي سفر اليوم. وموافقة أهل الزيغ والردى، ووفقنا وإياكم لاتباع الكتاب والسنة اللذين الدين فيهما مشروع والحكم فيهما مجموع، وخير العاجلة والآجلة فيهما موضوع، قد قطع بهما عذر كل معتل وسد بهما فاقت كل مختل. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة وإن الله لسميع عليم. أما بعد، وفقكم الله، فإني مبين لكم شرائع الإيمان التي أكمل الله بها الدين وسماكم بها المؤمنين وجعلكم إخوة عليها متعاونين وميز المؤمنين بها من المبتدعين. المرجئة الضالين، شوف لما صدر الباب بالكلام على الإيمان قال المرجئة الضالين، لأن المرجئة أضل قوم في باب الإيمان، وإن كان الخوارج لهم غلو أيضا في باب الإيمان، لكن المرجئة أشد ضلالا. فيقول المرجئة الضالين الذين زعموا أن الإيمان قول بلا عمل ومعرفة من غير حركة، فإن الله عز وجل قد كذبهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع العقلاء والعلماء من عباده، فتدبروا ذلك وتفهموا ما فيه وتبينوا علله ومعانيه. فاعلموا رحمكم الله أن الإيمان إنما هو نظام اعتقادات صحيحة بأقوال صادقة وأعمال صالحة بنيات خالصة بسنن عادلة وأخلاق فاضلة جمع الله فيها لعباده مصالح دنياهم أخرى وآخرتهم ومراشد عاجلهم وآجلهم. ذلك أن الناس قد جبلوا في نقصان عقولهم وحجرها عن الإحاطة بحقائق الأشياء والوفاء بالإدراك لكل ما فيه الفائدة والمصلحة، ومن استيلاء شهواتهم واحتكام أهوائهم بعدت عليهم سبل مراشدهم واستغمضت عليهم مخارج هداياتهم، وذلك موضوع في جبلتهم. فلو وكل كل منهم إلى نظره وفكره ورأيه وتدبيره واختياره فيما يؤثر من السير والمذاهب والشيم والخلائق لكان واجبا لا محالة أن يظهر عجزه عن كفاية نفسه وحاجتها من أبواب الرشاد ويعطاها حظها من دواعي الصلاح الذي فيه رضا خالقها ونجاتها من هلكتها. فلما علم الله تعالى ذلك منهم كفاهم برحمته ورأفته المؤونة
ورأفته المعونة، وأعظم بلطفه وجوده المعونة، فأمدهم في كتبه على ألسنة رسله بوظائف من الأمر والنهي، بين لهم فيها ما يأتون وما يذرون، ووفقهم على ما يرتكبون ويجتنبون، ليكون كل واحد من عباده المؤمنين قويت خبرته في النظر والاختيار، أو ضعفت وكملت آلته في المعرفة والتمييز، أو نقصت معرضا لحظ يصل إليه من مراشده يتوفر عليه من منافعه، فيكون الجميع منهم في ضمن فضله ورحمته الذين وسع كل شيء، كما وصف نفسه تعالى من ذلك، فقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نعم. ولتكون حجته مع ذلك بالإرشاد والبينة لازمة لكل مأمور ومنهي، وفرضه مؤكدا على كل ميسر مكلف. والدين وإن كان قد انتظم في نفسه جميع ما وصفناه، فليس يقف الكل على موضع هذه الفضائل فيه من أحكامه وشرائعه، لأن المسألة دائرة على العلم، المسألة دائرة على العلم. قال: لكنهم يستبقون في ذلك ويتفاضلون حسب مراتب العقول وتوفيق الباري لهم. ولا في المقدمة أراد أن يبين أن أصول الإيمان والكلام على الإيمان وأنه قول وعمل، وهذا ما نقل الإجماع فيه الإمام الشافعي وابن عيينة والثوري والإمام بخاري. البخاري أيضا قال بأنه يعني نقل عن 1000 شيخ، عن 1000 شيخ، وبين أن الأهل السنة والجماعة في نعمة عندما يعلمون بأن الإيمان قول وعمل، لأن هذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والمرجئة يقولون هو قول بلا عمل، وقالوا بأنه شعور بلا تحرك، وهذا مخالف لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. والناس في الإيمان 3: الخوارج والمرجئة والمعتزلة وأيضا أهل السنة والجماعة. محمد رضي الله عنك. أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون الإيمان قول وعمل، وهو يتجزأ حقيقة مركبة من قول باللسان وتصديق بالجنان وأيضا عمل بالأركان، فهو حقيقة مركبة بين باطن وظاهر. وأما المعتزلة والخوارج يرون أن الإيمان شيء واحد، لكن الخوارج يقولون إذا نقص بعضه ذهب كله، والمرجئة يقولون لا يذهب إلا بذهاب كله، وهذا عندهم بالاعتقاد، وعندهم الإيمان بلا عمل، العمل ليس من الإيمان. قال: العمل ليس من، حتى مرجئة الفقهاء يرون أن العمل ليس من الإيمان. ثم قال: باب معرفة الإيمان وكيف نزل به القرآن وترتيب الفرائض. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، وذكر بإسناده إلى أبي صالح كاتب الليث، قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال: إن الله بعث نبيه بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس: وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة يعني نفي ذلك من تمام النعمة وكمال الدين، فأنزل الله تعالى: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، إلى قوله: الإسلام دينا. وروى أيضا بسنده عن عثمان بن حنيف يقول: كان رسول الله مقامه بمكة يدعو الناس إلى الإيمان بالله والتصديق به قولا بلا عمل، والقبلة لبيت المقدس، فلما هاجر إلينا نزلت الفرائض فنسخت المدينة مكة والقول لها أم القرى، ونسخ البيت الحرام بيت المقدس، فصار الإيمان قولا وعمل. وهنا أيضا يتكلم على أن الإيمان صار قولا وعملا في هذا الباب. في قول ابن عباس: ليزدادوا إيمان مع إيمانهم، هذه في بيان أيضا أصل عند أهل السنة والجماعة أصيل، ألا وهو الأصل الأصيل عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو الإيمان يزيد وينقص، وهذا أيضا يعني خلافا للمعتزلة والخوارج. الخوارج يقولون الإيمان لو كان ينقص يزول كله. نعم، الإيمان ينقص يزول كله. وعند المرجئة إنه لا ينقص، بل إيمان كل إنسان كإيمان جبريل. شوف، انظر إلى الغلو والجفو بين الطائفتين. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ويتأثر الإيمان كلما كانت الطاعة قريبة من لا إله إلا الله، أو كانت المعصية قريبة من لا إله إلا الله، يتأثر نقصانا وزيادة. لذلك قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فقال ابن عباس: فإن الله جل وعلا
أمرهم بدخول الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوا بها أمرهم بالصلاة، فلما صدقوا بها أمرهم بالزكاة، وهذا على غرار ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ إلى اليمن، فقال له أنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم حاضر إن شاء الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صلاة خمس صلوات في يوم والليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال وإياك ودعوة المظلوم، إياك وقراء من المال، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث الثاني أيضا يقول الله تعالى الإسلام دينا، يعني رضي الله لكم الإسلام دينا، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من حج بيت الله الحرام، وهذا كان من تمام النعمة، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. فإذا هنا أراد أن يبين أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان قول وعمل خلافا لأهل البدعة والضلالة. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.